صحراء مغربية وتبقى مغربي من حب حبة ومن كريها كريها. ولكن ادعوتم عودنا وحرضوا لي ما تشهدوا. الشعب باغي يكون معنا بالحق الحكومة ديالهم. الخبز عاملين عليها فيلة عادوا ما خصهم يدابزوا مع المغرب، حتى يوكلوا الشعب ديالهم عاد يهضروا مع المغرب. ولكن العدو راه النظام الجزائري هو العدو نفسه أول حاجة، وعدو الشعب الجزائري اللي ما عندنا معاه حتى شي مشكل. حنا ما خصناش الدم، ما خصناش الحرب، ما خصنا والو، حنايا حنا خوتها صعب. الجزائر مسكينة مجبورة تشري الحليب والخبز، عاد تهدد المغرب، حيت ما عندهم ما يعملوا، دابا كيبان لهم غير المغرب قدامهم، وما الشعب ديالهم كيموت بساكت، مجبورين حتى الخبز ما ياكلوا، الخبز عاملين عليها فيلة. عادوا ما خصهم يدابزوا مع المغرب، حتى يوكلوا الشعب ديالهم عاد يهضروا مع المغرب. دائما صاحب جلالة كيبغي الإصلاح. ما خصو لا حرب لا والو، حنا واحد الدولة إسلامية ما خصناش نتحاربوا مع بعضياتنا، حنا شعب واحد ودولة واحدة، والخطاب ديال صاحب الجلالة كيقول الصحراء ديالنا حنا ما نتفاوضوش عليها، الصحراء مغربية، وتبقى مغربي من حب حبة ومن كريها كريها. أنا كمواطن مغربي هذوك الظلم كيظلمونا، وحنايا ساكتين، نهار اللي ناضوا ديك حياة في قرقلة، عطاوهم واحد الدقة عاد تهدلوا شويش، هما كانوا سايبين، الشعب باغي يكون معنا بالحق الحكومه ديالهم. كنت في قديك في واحد لوطيل، وكانوا شي لعابه جاو من الجزائر، لعابه حق هانديكابي من كرس، ودا كيضاكهم على هيدا، كانوا كيجيبوا ديك سله اللتشين كيحطوها كي 5 مينوت كتكون مشات. بدينا كنهضر معاهم قال لك ادي حنا عندنا فلوس بالحق ما عندناش هذا الشيء. يعني الجزائر ما عندهمش ما فيهاش هذاك الشيء، هما الجزائريين قالوا لي، قالوا لي حنايا عندنا الفلوس بالحق ما عندناش هذا الشيء. واخر عنده 40 سنه هو صلحته له، هو رئيس، هو سائل ما بقاش يقدر حتى يمشي، وهو باقي رئيس كيحكم، اذا ماشي هو اللي كيحكم، هذوك اللي فوق منه هما اللي يحكموا، عاملينها تما بحال بومبي صافي. يعني بيناتنا واحد الشراكة ثقافية وشراكة أخوية، وعلاش لا، كاين عائلات كبرى بين الجزائر والمغرب، والجزائر كتصدر المشاكل ديالها، يعني مشاكل عندها مشاكل اقتصادية كبيرة ومشاكل سياسية كبيرة تصدرها للمغرب عبر توهيم الشعب الجزائري بأن العدو الأول والأخير هو المغرب. ولكن العدو راه النظام الجزائري هو العدو نفسه أول حاجة، وعدو الشعب الجزائري اللي ما عندنا معاه حتى شي مشكل. الشعب الجزائري اللي كتشركنا معاه واحد الروابط اسريه، واحد الروابط ثقافيه، واحد الروابط دينيه، يعني ما عندنا حتى شي مشكل معاه بالنسبه للشعب كشعب. ولكن النظام الجزائري الذي يحاول تصدير دائما نفس المشكل. اما بالنسبه للهجمات الاخيره اللي باغين يعني يحولوها عسكريه، راه طبيعي جدا، نظام فاشل اقتصاديا، فاشل دبلوماسيا، كيشوفوا قضيه الصحراء يعني ضاعت من بين يدهم. مؤخرا راه كاين دعم دولي، والجزائر رجعت يعني في واحد المنطقه معزوله بالنسبه للشان الدبلوماسي، راه طبيعي جدا يحاولوا يمشيو لك النزاع المسلح. وبالنسبه للمغرب راه دوله عسكريه، اللي هذه يعني من هذا المنبر كنوجه تحيه للقوات المسلحه الملكيه، يعني حنا بعدا ما عندنا ما نخاف، عندنا جيش، عندنا سلاح، عندنا كل شيء، ولكن حنا ما باغيينش هادشي، ما باغيينش حرب بكل هاد. ولكن ادعوتهم عودنا وحربوا لي ما تشهدوا، يعني اللي رجعنا للماضي راه الماضي سي وحده. رسالة للشعب الجزائري يكون يد في يد الشعب مع الشعب المغربي ضد يعني ضد اي نزعه قتاليه اللي غتوقع بيناتنا. حنا مسلمين اخوت اول حاجه، وما كاينش حاجه اسمها الحدود لا في الدين الاسلام، اول حاجه ما كاينش حاجه اسمها الحدود في الدين الاسلامي، هذه اللي خصنا نركزوا عليها. وشكرا. انا بالنسبه لي انا الشعب، انا ما عنديش ما نكرهش شي واحد من الجزائر ولا دي، انا كنحس بالجزائريه من خوتنا مغاربه، ما كرهش الحدود تحل مره، يعني يمشيو عندهم يجيو عندنا، وعندنا تما عائلات وما عندهم عائلات هنا. بالنسبه للنظام الجزائري كيبغي يعني يوسخ السمعه ديال المغرب مباشره، يعني ما كاينش فيها النقاش هادي، وكيوهم الشعب ديال الجزائري المشكل راه هو
راه المغرب، وبالعكس المغرب هو مدلم يد العون ويد المساعده، يعني هاد الشعب دابا حنا ما خصناش الدم، ما خصناش الحرب، ما خصنا والو، حنايا حنا خوتها صعب دابا، حنايا بخير مع راسنا، باقي ناقصنا الحرب، وانا الحمد لله عايشين يعني بخير، وحنا خوص مع بعضنا، يعني ما خصناش هاد المشاكل يكون، واش اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.